تشعيكي كاش تشعيكي كاع صباح الخير، صباح النور، صباح اي حاجه زوينه في الدنيا. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان. الكاميرا كيجيب لي الله بحال اللي غطيح. عرفتوا بلي هذا هو الروتين الصباحي ديالي. حسام قاس كيف طار تما، غيث قاس كيف طار هنا، وانا مسدوده لي الشهيه قاس كنتمنظر. انا معروف عليا صراحه ما كنتش كنفطر، ما عرفت علاش كنفيق بحالي شبعانه، ولكن دابا عرفتو مره صافي ما باغا لا ناكل لا ندير حتى شي حاجه، باغا غير نخرج ندور نتسارى. اجواء زوينه صراحه هنايا بزاف، واخا صراحه كاين البرد شويه ولكن ما كتحسوش به، واحد البرد حلو. والبارح طاح الثلج، كنا انا وحسام برا، عرفتوا اول مره لا انا لا حسام كنشوفوا الثلج كيطيح لاول مره، عرفتوا كان احساس واعر. It's snowing mommy. هذه اول مره نشوفوا الثلج كيطيح، واخا ماشي بزاف ولكن كومين عرفتي راه شويه 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 كيولي بزاف. بدات الحياه صراحه كتستقر شويه، بدينا كنفيقوا كنطيبوا كناكلوا كنتفرجوا في التلفازه، بدينا كنبنيو واحد الروتين ديالنا هنايا. اول مره باش جينا لقينا الدار عامره بلي كولي وصلونا، لحقاش انا باش كنت في المغرب كنطلبت كل شيء. كنا درنا لادريس ديال البيرو عجبهم لينا الدار، دونك ملي جينا لقينا الدار عامره بالكراطه. وعاد فكرت نصور ليكم. صراحة فيما مشينا خاصنا نجربوا الماكلة. الإكرام قلت لهم كنتغداو في أيكيا باش كنا في المغرب، قلت لهم غنتغداو هنايا باش نجربوا الماكلة ديالنا. خدينا هاد الميت بولز هادو، وخدينا هاد الطريفات ديال الدجاج. هادو صراحة واعرين، هادو عاديين كيف ما كتاكلوهم زعما فيما مشيت، ولكن هادو فيهم واحد البنة واعرة، والصوص عندهم خطيرين. بغيت غادي ندير لكم واحد الميني اول ديال ايكيا، سيغيت معايا خلينا نصورو. صراحه في الاول كنت متحمسه انني نمشي لايكيا نشوف شنو عندهم، شنو زعما شنو كاين هنايا الاثمنه وداكشي، ولكن منين جيت لقيت انه هنا ايكيا غاليه مقارنه مع الحوانت العاديين مع لي مارك المحليين، دونك ما شريت شي حوايج بزاف. شريت هاد الفوطات هادو كيجيو اربعه معروفين، خديت هذا صفاي، خديت هاد الباك هذا ديال المعالق والفراشط وداكشي، خديت هاد البلاطو هذا شحال هادي وانا كنتبغى ناخذو صراحه، خديت الميسان اللي شفتو صراحه زوينين، اخر حاجه هي هاد الكاسرونات هاد. المهم هادشي هو اللي خديت ديال الكوزينه. من بعد خديت شي فوطات، خديت اساسد ملي غادي نصايبهم غادي نوريهم ليكم. غندوزو نرتبو كل حاجه بلاصتها.
ودير ردني غايد مشكلة هذه. والهضر على غايد وأخيرا نعس ما عرفش بعد المرات كيبقاو يشدوه شي حالة نادرة تيبقى يبكي 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 كنبقى نطلع عليه بحال هكا ما كنلعب معاه حتى شي حاجة تم تم تيقلبها الضحك هذاك الضحك ديال كاكاكاكاكا كنشوف كنقول شنو دابا واش عنبكي واش عنضحكو وشنو واش نسكتيك واش نلعب لا هو غايت في حاجة اللي خايبة دابا ولات فيه حاليا ملي كيبغي ينعس تيتخسر بصح ما تعرف واش تضحك معاه واش تبكي معاه واش تلعب معاه ايوا شنو نديرو نصبرو وصافي المهم وصلنا خدينا واحد البريك من الدار ترتب هادي دير هادي جينا نتلاقى مع واحد صحابنا اولا هي صديقه ديالي انا حسام اول مره غيتعرف على راجلها وحتى عليها هي تيعرفها دونك يس صراحه عرفتي شحال احساس زوين ملي كتكون فواحد البلاد غريبه وكتلاقى مع شي واحد صاحبك من بلادك تعرف ليتس جو هذا هو اكثر واحد متحمسه له عرفتي رطاب 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 وحق الله وكاع لي كومونتير اللي كانوا عليه كانوا واعرين كلشي كان كيقول رطب وكاليتي واعره ورخيص اهم حاجه شو احسن حاجه كتميز بها تركيا ان الحاجه ديال التكستيل والخشب بصح 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 لحقاش كيصنعوهم بزاف عندهم بزاف هنايا اوه يا 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 واخيرا وصلت الزربيه دونك غادي نفتحوها غادي نشوفو كي جات مكتوبين فيهم هنايا ديش واش و هاند واش ولكن انا هذا اللي ديال اليدين غادي ندير فيه ديال غايت اللي كنغسل بها الرضاضع لحقاش غيجي سهل
انا ليش بك ديال الخضره جات عرفت شحال ملي كنتسناها صراحه جات واعره بزاف شوفوا نايس اش بك هذه هي بلاصتها هذه هنا زوينه